طاير ضغط مو طبيعي بالدنيا. اوكي عيدي لي مره ثانيه، انت وين تدرسين؟ في في استراليا في ملبورن؟ ايه في ملبورن. شنو تدرسين يبا؟ انا طب بس الحين سنه فاونديشن. فاونديشن اوكي. الفيديو اللي طرشتيه سوى لويا عندنا بالكويت، ممكن تعيدين اللي تقولين لي الفيديو شنو 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 كان في الفيديو هذا حق الناس اللي ما شافت الفيديو؟ والله كنت داقة على أبوي فيديو كول كل يوم بدق عليه، ويعني نزلت تحت كنت مشيك على البوكس الميل بوكس لأن دابيل إنه واصل لي شيء، ما كنت متوقع إن راح يكون يعني بوكس، فرحت تحت ولا أشوف البوكس الكبير وعليه علم الكويت، فمن الوناسة بكيت مو لأني زعلانة. فأبوي صورني وأنا ما أدري ونشر الفيديو وقمت الصبح لقيت إن كل الناس يعني ما قصروا، أهل الكويت كل الناس بذولي مسجات ونسوني بزيادة صراحة. زين أبوك يشوفك تبكين وأنت متأثرة إن جايك صندوق فيه أكل، منو اللي جاي بالأكل هذا؟ الاتحاد الوطني للطلبة اللي هي بأستراليا. فهم أمانة يعني قاعد يتواصلون معاكم يشوفون شنو محتاجين ولا يعني هم مساكين هم من وين لهم الأكل قاعد يبونه؟ أنتوا ناقصكم أكل في أستراليا في ملبورن؟ والله لا يعني إحنا الحمد لله إحنا الحين أصلاً قاعدين لوك داون، فإحنا أصلاً بس نطلع عشان نشتري لنا أكل من الجمعية، بس إنه هم سووا هذا عشان يعني يقولوا لنا إن إحنا هم مو ناسيننا، و يعني خاصة سالفة المعقمات والماسكات والجلوفز هي صاير أسعارهم وايد غالية لأن ماكو عليهم إنه يعني مو حاطين عليهم قوانين، فوايد يعني ساعدونا بهالشيء يعني إن إحنا لما نطلع الحين دائما نلبس جلوفز ونلبس ماسكات و يعني ما قصروا ويانا. زين مريم انت لما تقولين انتوا لوك داون يعني ايش كثر صار لكم في حظر التجول؟ والله احنا يعني كان اول شيء فيرست ديجري لوك داون اللي هو يعني عادي كان الناس عادي يطلعون وكل شيء بس في اشياء معينه مفكره. الحين تحول صار ثيرد ديجري لوك داون ان منع التجمعات يعني اكثر من شخصين، وما يصير نطلع إلا للضرورة يعني إذا واحد يحتاج يروح الطبيب أو يحتاج يروح يشتري الأغراض. ووقفنا كلاسات الجامعة ما قمنا نداوم، صار لنا فوق الأسبوعين الحين الكلاسات كلهم تحولوا أونلاين، فقاعدين بالبيت ما قاعد نشتغل من البيت. بس تقدرين تطلعين تشترين أكل وأمور هذه كلها صح؟ إيه أكيد الحمد لله يعني ما وقفوا هالشيء. وناقص عليكم الأكل في ملبورن في أستراليا ولا لا متوفر؟ والله لا، هو اللي يضحك إن فترة كان في ما في كلينيك بالجمعية، بس إن صار عندهم أزمة إن كل التويلت بيبر والتشوز خالص من كل مكان. طيب. بس الأكل موجود، وكان فترة يعني مو يعني نروح الجمعية يكون مثلا ما في باستا ما في أشياء معينة، بس الحين لا خلاص يعني تعودوا وقاموا يلحقوني يبون وايد أغراض. زين أنت كطالبة هناك الحين شنو شعورك؟ ما في طيران ما في أي شيء، تحسفت أنك يمكن كان عندك فرصة تردين الكويت وما رديتي؟ خلنا نبش شوية. والله يعني أنا كلمت أبوي أول ما يعني صارت السالفة وقلت له يعني إن أنا برجع أخاف إن يعني خلونا نقعد ما نرجع، بس هو قال لي إنه أهم شيء دراستي يعني لأن قالوا لنا جامعتنا إذا رديتوا مو أكيد تقدرون تكملون الكورس هني. فإحنا قعدنا يعني قلنا كلنا يعني كل الشباب اللي معانا الكويتيين قاعدين يعني ما حد راح ما حد رجع. فالوهقة اللي دشيتوا فيها لأن الجامعة قالت لكم اللي بيطلع يمكن ما يكمل دراسة توهقتوا. إيه بالضبط. وش كثر طلبة عندكم في ملبورن مريم؟ والله بملبورن يعني ما مو متأكدة يعني احنا بجامعتنا بالذات فيها هالسنة بفاونديشن 10 وفي باللغة اتوقع 5، فاحنا يمكن 15 واحد بس بجامعتنا، بس بملبورن في كذا جامعة فاكيد في يعني اكثر. في تواصل بينكم بين السفارة والملحق هناك؟
إيه السفارة مو مقصرين معنا، يعني دزوا لنا تعليمات وقالوا لنا إذا نحتاج أي شيء، ويعني يتواصلون معنا بين كل فترة وفترة يطمنون علينا. وعندهم هم يعني جوازاتنا وكل شيء، يعني إذا شنو عيد انقطع الاتصال. إذا شنو عندهم جوازاتنا؟ إذا شنو يعني عندهم صور جوازاتنا عشان إذا صار يعني إجلاء خلاص يعني هم جاهزين، عندهم كل أوراقنا. قالوا لكم إنه بيصير إجلاء لكم؟ والله قبل أسبوع كذي دزوا لنا إنه يعني خلوا يعني تأكدوا إن عندنا هالأوراق، يعني أهم شيء يعني الجواز وكل شيء، بس عشان إذا يعني صار الوضع يعني أخس نرجع. بس لحد الحين يعني ما قالوا لنا في إجلاء. نفسيتك زينة؟ الحمد لله، يعني مع الفيديو لما انتشر والناس يعني ما قصروا والله، يعني كل الناس كانوا يكلموني ويقولوا لي يدزولي ويدزون حق أبوي يقولوا لي يعني إن شاء الله تردين بالسلامة وإحنا كلنا معاك، فوايد ساعدوني وونسوني الحمد لله. الحين دورنا احنا نسوي خنقة عبرة حق ابوك لما يشوفك معانا الحين بالتلفزيون وقاعد بالبيت. مريم ديري بالك على نفسك، الله يحفظك ان شاء الله بنيتي. ان شاء الله، مع السلامة يا ابو. ديري بالك، سلمي على الطلبة كلهم اللي عندكم في ملبورن، الله يحفظكم اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله يوصل. مع السلامة. مع السلامة.